ليست مناورة بحرية بل معركة محتدمة. أكثر من 100 سفينة واجهت في الحد الأدنى هذا المصير، وجاء الكشف عن مشاهد توثق لحظة انقضاض الطائرة المسيرة الهجومية على سفينة سيكليدز ليؤكد تنامي القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية على نحو متصاعد منذ بدء معادلة منع الملاحة الإسرائيلية ومن يرتبط بها في المسرح البحري. ارتبط الكشف عن المشاهد النوعية بالسفينة سيكليدز التي حاولت تمويه وتضليل مسارها في البحر الأحمر بهدف بلوغ ميناء أم الرشراش بعد التوقف في ميناء وسيط لم تكن بعيدة عن الرصد، سرعان ما انكشفت وتلقت الضربة في التوقيت المناسب، وفي ذلك ما يؤكد استحكاما متقدما على صعيد جمع البيانات والمعلومات الدقيقة وتتبع وجهات سفن في مسرح بحري واسع ومعقد. هناك إنجاز معلوماتي وهو فاجأ العدو. العدو يتفاجأ كيف تتمكن القوات المسلحة اليمنية من الحصول على المعلومات التي تبين الهوية الحقيقية لمالك السفينة وتبعية السفينة ولمن تحمل البضائع. كل الوسائل التي أمكنهم أن يستخدموها لحجب المعلومات استخدموها وفشلوا. في ثنايا المشهد ما يعكس تفوقاً تقنياً لليمن مكن الطائرة المسيرة المزودة بكاميرات كهروضوئية ونظام ربط للبيانات من تجاوز كل رادارات الرصد وأنظمة الدفاع في مسرح عمليات مستنفر ومجهز بأحدث التقنيات الأمريكية والعالمية. ولذلك نحن نؤكد للعالم أجمع أن العدوان الأمريكي البريطاني سيسهم أكثر وأكثر كلما استمر في تطوير قدراتنا العسكرية بشكل أفضل. وهي طائرات مسيرة بعيدة المدى. التفوق المتصاعد للقدرات اليمنية بات محط إعجاب العدو قبل الصديق، فاليمن يفعل كل ذلك تحت القصف والرصد والحصار منذ أكثر من 9 سنوات، وهو ما يفسر قلق ثلاثي الشر بعد انكشافه أمام القوى الدولية الأخرى غير قادر على كسر معادلة فرضها اليمن المقصوف والمحاصر لصالح فلسطين.